مرحبا بكم في مطبخ أم يونس. وصفتي النهار اليوم هي وصفة الحاجب. الحاجب راح تكون وصفة بزاف هايلة، تابعوني آخر الفيديو. هنايا راح نديرلكم بلاصوص اللي تجي داخل العجينة. بلاصوص تعمل فيها هي تجي تكتيكة، ندير فيها حبة تاع بصل كبيرة على حسب الكمية اللي راح تستعملها. هنا راح نستعمل حبة بصل كبيرة، نقطعها ونستعمل معها جوج حبات تاع الطماطم، ونستعمل معها الطماطم تاع كونسونطري. ونشوفوا الوصفة. نجيب قدرة ولا مقلة ولا نقطعوا فيها البصل، شوفوا قطعوه، نضيف عليه شوية تاع البابريكا وهذوك الحبات تاع الطماطم راح نربيهم ونحطها فوق البصل بعد ما يتقلى. نديرو شويه تاع الزيت ونحطوها تتقلى، نضيف عليها الملح والفلفل الاسود ونخليوها طيب. هنايا حطيت البصل تاعي خلالي، بعد ما يتخلالي مليح راح نضيف عليه هذه الطماطم. الطماطم هنايا تحبي قطعيهم وضيفيهم، يا شوفة راح نديروها داخل الحاجة تاعنا. طيبيها كيما حبيت، صلي طماطيش بان راح نزيدها ونروحو للعجينة تاعنا. نجيب هنايا العجينة تاعنا. هنا واش عندي؟ عندي سميد رطب. باش تجيك العجينة شابة لازم يكون سميد رطب ويكون نوعية جيدة. هنايا عندي 3 كيلات تاع السميد رطب مع كيلة تاع فرينة وشوية تاع الملح، وليموها بالماء. هذا نخلطوها، نخلطو كاع النواش كيف كيف. هنا العجينة راح نلايمها فقط، ومن بعد نحطها في ساشي ما نجيكهاش قسمة، نلايمها فقط نحطها في ساشي تريح شوية 10 دقائق ونرجع ليها باش ندلكها. شوفوا هنايا لايمتها، ما تخليوها، خلوها شويه طريه. هنا راح تنشف لكم كي تخلوها تريح. هنايا شوفوا لايمتها فقط، بلاكو تجري لكم نديروا الماء زايد. اذا شوفوا هنايا، هنا لايمتها فقط، شوفوا كيفاش راهي. اذا راح نخليها تريح في الساشي ومن بعد نرجعوا نكملوا الدلك تاعها. هاني هذا الساشي نخليها تريح مده 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم، ونرجعو ندلكوها مع بعض نحطوها في الفرن. هاي ديك العجينة بعد ما ريحت 5 دقائق راح نعجنها شوية بلا ما نقطعوها، غير بشوية شوفوا العجينة كيفاش جات شابة. هذه العجينة تاعي، شوفوا بعد ما دلكتها شوفوا واش جات هايلة، شوفوا شوفوا كيفاش هي هايلة. إذا هنايا راح نقرصها نديرها كويرات ونحطهم يرتاحوا، نديرها شوية تاع الزيت، ومن بعد ما يرتاحوا نشوفوا كيفاش راح نخدموا المحاجب تاعنا مع بعض. بعد ما قرصتهم لهنايا شوفوا درت لهم شويه تاع زيت، دهنتهم شويه تاع زيت هنايا، ونغطيهم لهنايا في الساشي اللي كانت فيها العجينه ولا ساشي فيها، المهم بغا نغطيهم في الساشي نخليها ترتاح 5 دقائق ونبداو نفتحو فيها باش نطيبوها. نحلوها نديرو لها شويه تاع الزيت، نفتحو الاطراف هكا غير تتحلل شويه، نبدا نجعجع فيها هكذا كي تريح يحلك العجينه. شوفوا الله يبارك ما تتقطعش.
عجينة هايلة. إذن هنا شوية تاع الزيت نديرو هنا، نديرو هنايا لاصوص تاعنا ونغلقوها. هنايا راح نديرها، نديرلها شوية تاع الهريسة هنا حارة. شوفي هنا تقدري تعمريها ولا ديري شوية على حسب واش تحبي، تحبيها معايا ولا شويه شويه. اذا نغلقوها هنايا بالطريقه هذه. شوفوا واش تجيكم كاريه. ندير لها هنا شويه زيت ونحطوها في الطاجين تاعنا. هذه تعبت لي خلاص. هذه نقلبوها ونزيدو نغلوها في الحاجة. هامليكم حاجب تاعي، شوفو كيفاش جاو هايلين، شوفو طايبين خفاف، شوفو جاو فريمون هايلين حارين. شوفو الحبات جاو كاع هايلين خفاف. جربي الوصفه ماكش حتندمي عليها. ما تنساش ديري لي لايك الا عجبتك الوصفه، تشاركي مع اصدقائك. شهيه طيبه في وصفات قادمه ان شاء الله. تبقاو على خير.